اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. حد يعقب على المباراه؟ كان عندك الكلام ناصر. خالد، زي ما قلنا نوران يعني قدموا كل شيء في المباراه، فنيا وبدنيا وكل حاجه كانوا الافضل والاجهز في المباراه. زين. وبالدليل الهجمات اللي شفناها، متفوقين على المنتخب الياباني في كل حاجه، فيستاهلون الفوز. مبروك لهم، هارد لك اليابان. هذا ما قدموه الايرانيين يستاهلون، وان شاء الله نشوف اليوم المنتخب القطري ان شاء الله. حد بيعقب على المباراه ان شاء الله اليوم. خالد، اقول الف مبروك المنتخب الايراني على الفوز. المنتخب الايراني اليوم قدم مباراه كبيره، خاصه المنتخب الياباني مثل ما شفنا، يعني كان المنتخب المرشح للبطوله، بس اليوم المنتخب الايراني قدم مباراه كبيره، خاصه من قبل المدرب، لعب طريقه وتكتيك عالي. اليوم شفنا يعني تميز بعض اللاعبين، خاصه لعيبه الاطراف، وبالاخص شفنا اللاعب اللي تكلمت عنه قبل المباراه سردار. اليوم لعب وقدم مباراه كبيره، لو انه ما سجل بس كان له مجهود كبير. نعم. تسجيل الاهداف. ونقول للمنتخب الايراني مبروك، وهارد لك المنتخب الياباني. احمد مبارك. خالد، مبارك للمنتخب الايراني. اللي يميز يعني الشباب كفوا ووفوا، اللي يميز المنتخب الايراني اللاعب اللي يدخل نفس القوه ونفس الثقافه ونفس العقليه ونفس الروح، انضباط تكتيكي عالي. مش سهل انك تهاجم منتخب الياباني شوط كامل تكون مسيطر عليه. منتخب الياباني منتخب كبير، ولكن يعني اكثر عن 5-4 لاعبين، يعني حتى غياب طارمي. اليوم نشوف منتخب الايراني ما خسر اي شيء، نفس القوه نفس الروح. الشوط الثاني يسيطر عليه كامل، ويستحقون الفوز صراحه. منتخب قوي، تاريخ كبير، و نعم يعني المرشح بقوة يعني ياخذ البطولة. منتخبنا الوطني وصل الى استاد البيت، عسى ربي ينصرهم ان شاء الله اليوم نفوز في هذه المباراة الآسيوية التاريخية. ياسر، ايش تبي تقول؟ ابقى اقول بس انه قيمة اللاعب الكبير. امبارح شفنا كيف سون كان هو فارق، هو العمل الحل لمنتخبه. اليوم شفنا اكثر من لاعب للمنتخب الايراني كان هو حل لمنتخبه، فقيمة اللاعب الكبير تظهر في المباريات الكبيرة. اليوم المنافس ليس المنافس عادي، ليس سوريا، ليس إنما المنافس اليابان، ومع ذلك تفوق المنتخب الياباني. أنا أرى المنتخب الياباني ممكن يكون وصل خطوة كبيرة لحمل الكأس. حدا عنده بيع التعقيب؟ تفضل. طبعا أنا اليوم أشوف أنه أصبحت عقدة اليابان مع فرق تلعب بانضباط، يعني ووصولها بأسرع وقت مثل ما عمل اليوم المنتخب الإيراني، يعني يفوز على المنتخب الياباني، وما أصبح بعبع الآن في آسيا صراحة بعد اللي قدمه في هذه البطولة. وخير دليل أيضا مباراتنا اللي كانت معاه وفزنا فيها بالضغط، بالقتال، بالتعامل المباشر مع اللاعبين، بكل الامور. فاعتقد انه اليوم اليابان اصبحت لا بالامكان الفوز عليها. نقطع على السطر، لا تكمل بس. طيب، اليابان تبغى اليابان. نتوقف